أعلن الجيش العراقي سيطرته الكاملة على حي العربي في المحور الشمالي الشرقي من مدينة الموصل بإسناد من طيران التحالف الدولي، وذلك بعدما تمكن من القضاء على نحو 30 مسلحا مما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية خلال اليومين الماضيين. وأكد قادة ميدانيون أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية تقوم بعمليات تمشيط في الحي العربي بحثا عما تبقى فيه من مسلحين، كما تواصل القوات العراقية التقدم باتجاه حيي الملايين والراشدية حيث تدور اشتباكات عنيفة مع مقاتلي التنظيم. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبد الجبار. شفيق، ماذا بعد السيطرة على حي العربي؟ نعم نعم نادين، تقترب القوات العراقية من عملية حسم معركة الساحل الأيسر للموصل بعد سيطرتها يوم أمس على الحي العربي وحيين آخران، وهما حي الملايين وحي بيسان القريبان من حي الرشيدية. هذان الحيان، حي بيسان وحي الملايين، من الأحياء العشوائية اللذان يقعان إلى أقصى الشمال الشرقي لمدينة الموصل. لم يبقى سوى حي الرشيدية، وهو حي من الأحياء الكبيرة يعتبر نسبيا بسبب عدد الوحدات السكنية في هذا الحي التي تقارب 6000 حي. هو الآن مطوق من جميع الاتجاهات، حيث عمدت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب على محاصرته من الجنوب والشرق، بينما الفرقة 9 و15 المدرعتين تحاصرانه من الجهة الشمالية والشمالية الغربية. من المقرر أن يتم اقتحام هذا الحي في الساعات القليلة المقبلة، وبذلك يتم حسم معركة الموصل من ساحلها الأيسر، بينما تقف الفرقة 16 في أقصى الشمال، شمال مدينة الموصل، وتحديدا في منطقة منشأة الكندي، تلك التي قد سيطرت عليها قبل أكثر من أسبوع. بينما يتم التجهيز نادين، على تحضيرات تجري على قدم وساق وانتظار ساعة الصفر للصفحة الثانية من عملية الموصل، وهي السيطرة أو تحرير الساحل الأيمن بعد أن طوق من جميع الجهات. هنالك أيضا نشاطات ميدانية قامت بها قوات الحشد الشعبي في تل الزلط، حيث قتلت 20 عنصرا مما يعرف من عناصر تنظيم الدولة في عملية صد هجوم مباغت من قبل التنظيم على قوات الحشد الشعبي. هذه المنطقة قريبة من منطقة تل العفر. هذا كل ما لدينا اليوم نادين في الموصل، بينما من جهة ثانية أشكرك جزيلا من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار.